الكتاب أصبح صاحبه لا يتعدب كثيرا في البحث عن ناشر كما كان الحال في زمن الثمانينات والسبعينات أما الستينات فحدث ولا حرج. هذا تطور كمي على الأقل له ما يمكن أن نبرر به هذا الاتساع، وهو اعتبار الكتاب قضية وطنية من خلال المناظرات الكثيرة التي عقدتها وزارة الثقافة، ومن خلال أيضا وعي المجتمع المدني بأهمية الكتاب وبأهمية القراءة. باعتبار دعمته وزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة مشكورة عن هذا الكتاب الذي عنوانه إدراك مراد من تحقيق مستقبل، كما هو واضح من هذا الكتاب هو كتاب محقق حققه الباحث الوالدين محمد الشريف، هو كتاب في التاريخ، هو كتاب جماعي ساهم فيه مجموعة من الكتاب والباحثين: إبراهيم القادري المنشي، شكي الله مليح، محمد ياسر الكلابي، نبيه الغزاوي، محمد الأمراني إلى غير ذلك من الكتاب، وتشرفت بأن أعماله بدعمي وعنايتي الكريمتين من صديقي وأستاذي وأخي الأستاذ الفاضل العميد الأستاذ الدكتور عبد الله المليح. هو كتاب يتضمن حديثا عن هذا التعليق، عن كتاب المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد، وكتاب في التاريخ، كتاب مهم ونهايته بمدينة فاس تاريخا. يمكنني القول إن للأستاذ أحمد الشراك فضل على هذا الكتاب، لأنه قدم له ودفعني دفعا نحو إخراجه إلى الوجود، لذلك فله مني ألف شكر. وللأستاذ جمال بوطيب الشكر. أعتقد الكلمة الشكر لدار النشر المقاربات وللجنة المحاكمة التي كانت وراء تقييم هذا البحث معنى ومبنى. باختصار أقول أي بحث إلا ومن طبيعته أن يبتلق بإشكالية معينة. الإشكالية التي طرحت إشكالية بسيطة. فأمكن أن أنطلق بما يسمى باللغة الإنجليزية himself knowledge، معرفة الذات، وهنا معرفة الذات في علاقتها بالشعر، بمعنى أن أتحدث عن الشعر المغربي أولا، وهذا الكتاب هو جزء متواضع من مشروع أفكر فيه مستقبلا، وأن أتحدث عن إشكالية المرجعية وتوظيفها في الشعر المغربي. ولماذا؟ لأن لكي نكون مستقيمين ولكي ننطلق مما يقوله أحد الفلاسفة باللغة الإنجليزية is a difference between the opinion and knowledge، هناك فرق بين أن تنطلق من رأي وبين أن تنطلق من معرفة. السبب هذا هو السبب الثاني الذي بحثت فيه طوال 8 سنوات، لكي أبين إن النص الشعري المغربي هو كذلك له مرجعياته. وهنا دخلت في موضوع المقارنة لكي يكون دائما حكمنا النقدي معرفيا ومستقيما، لابد أن ننطلق من قراءة النصوص.